واجبون لمساندة جميع زملائنا على مستوى جميع محاكم المملكة، باش أننا نعطوا إشارة أن هيئة الدار البيضاء في خدمة باقي الهيئات وفي خدمة زميلاتنا وزملائنا. كذلك يجب التنويه بهذا العمل التشاركي، المؤسسة تنوه بالسادة المحامون، اليوم عشنا واحد العرس مهني نؤكد على أن هناك تماسك بين مؤسسة النقيب والمجلس وعاشت الجمعية العمومية. أيها المحامون كلنا معنيون، أيها المحامون كلنا معنيون، أيها المحامون كلنا معنيون. دعوتنا للجهات التي وقعت الدورية الثلاثية بالتراجع عن هذا القرار الغير الدستوري، والتراجع ليس في إطار يعني الصراع الذي يتم الترويج إليه، ولكن في إطار العقلانة واستحضار المصلحة العامة واستحضار مصلحة المتقاضين واستحضار العدالة ودور الدفاع في إطار لأنه لا عدالة بدون دفاع قوي. يعني واحد إشارة لبعض المنابر الإعلامية، التأكد بالخبر قبل نشره، المحامون لا يقتحمون، المحامون لم يقوموا بوقف الجلسات، المحامون منعوا، شعارات المحامون شعارات نستحضر فيها رسالة المحاماة، قانون المهنة، أعرافنا وتقاليدنا. الله يجزيكم بخير المنابر، قبل ما تكتب تأكد من المعلومة من مصدرها وهي مؤسسة النقيب الممارس. وعاشت الجمعية العمومية. أيها المحامون كلنا معنيون، أيها